إذا كنت من المتابعين الجدد لقناة وصفة سحرية، فأدعوك للاشتراك في القناة بالضغط على الزر الأحمر على اليمين، وتفعيل خاصية الإشعار بالضغط على الجرس، ولا تنسوا دعم القناة بلايك ومشاركة روابط الفيديوهات مع أصدقائكم، وشكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكل من يشاهد هذا الفيديو من قناة وصفة سحرية للوصفات الطبيعية. كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بألف خير وبصحة جيدة. فيديو جديد ووصفة سحرية جديدة بإذن الله. سأقدم وصفة طبيعية وسحرية لعلاج البواسير. والبواسير هي تضخم في الأوعية الدموية وتورم يحدث في الجزء السفلي من المستقيم وبفتحة الشرج، حيث تصبح الأوعية الدموية منتفخة بسبب زيادة الضغط عليها. وهناك أسباب عديدة للبواسير، أبرزها الإمساك المتكرر وصعوبة الإخراج يؤديان حتما إلى البواسير، والجلوس لفترات طويلة، وعدم شرب الماء بكثرة، وخلال فترة الحمل أيضا تحدث البواسير. وأعراض البواسير الأكثر شيوعاً هي الانتفاخ وتورم الأوعية الدموية وخروجها عن طريق الشرج، ونزيف أثناء التغوط، وآلام شديدة أيضاً. الوقاية طبعاً أفضل من العلاج، لذلك يجب عليكم الانتباه إلى أخذ وجبات صحية غنية بالألياف والفيتامينات وشرب السوائل، والانتباه إلى العادات اليومية والتحسين منها. وإذا كنتم تعانون من مشكل البواسير فأنصحكم بالعلاجات الطبيعية لأنها فعالة وآمنة، وسأتشارك معكم إحدى الوصفات الطبيعية المجربة، وصفة ولا أروع كالسحر في التخلص من البواسير ونهائيا. إذا لتحضير هذه الوصفة كما لاحظتم سوف نحتاج إلى نوع من الخضار، إنه اللفت، نعم، أو الفجل، اللفت الأبيض. سوف نحتاج إلى حبة من اللفت. اللفت فعال جدا في التخلص من البواسير. إذا سوف نمر لتحضير الوصفة مباشرة. أولا سوف نقوم بتقشير اللفت. سوف نزيل القشر. إذا بعد تقطيع اللفت وتقشيره كما لاحظتم سوف نحتاج إلى إناء بهذا الشكل، سوف نضع فيه هذه القطع الصغيرة من اللفت. وسوف نضيف إليها ورقتين من النعناع بهذا الشكل، سوف نضيفها إلى الوصفة. وسوف نضيف الماء بهذه الطريقة، وسوف نضع هذا الإناء فوق النار حتى يصبح اللفت ناضج ومستوي، يعني يصبح لين. وعلى فكرة اللفت يأخذ وقت قصير جدا لكي يصبح مستوي، يعني حوالي من 10 دقائق إلى 12 دقيقة يصبح مستوي. إذن بعدما يسلق اللفت يصبح بهذا الشكل كما ترون، هي وتلك الوريقات من النعناع. الآن سوف نقوم بإخراجها من سوف نضعها في هذا الإناء
طبعا سوف نخرج فقط اللفت بدون ماء وبدون ورقات النعناع، فقط اللفت المسلوق بهذا الشكل. الآن سوف نقوم بالضغط عليها بشوكة بهذا الشكل حتى تصبح لدينا عجينة. بعدما قمنا بالضغط عليها بالشوكة تصبح بهذا الشكل كما ترون، لينة مثل العجين تماما. الآن سوف نتمم الوصفة، وسوف نحتاج إلى مكون ثاني، إنه زيت الزيتون. نعم، زيت الزيتون فهو يعتبر من أرفع الزيوت الملينة والمعالجة للبواسير، لأنه يلين تلك المنطقة ويهدئ ويعالج الالتهابات. إذن سوف أضيف زيت الزيتون مقدار ملعقة كبيرة بهذا الشكل، ثم سوف أخلط جيدا. بهذا الشكل كما ترون، ونحصل على هذه الوصفة الرائعة جدا لعلاج البواسير المنتفخة وكذلك البواسير المؤلمة. وطريقة استعمال هذه الوصفة، طبعا سوف تحتاجون إلى قطنة دائرية بهذا الشكل أو لصاقة حسب اختياركم. تأخذون تضعون فيها القليل من هذه الوصفة بهذا الشكل في وسط القطنة بهذا الشكل، تضعون فيها القليل. طبعا كما ترون هي تصبح مثل المرهم تماما، كما لو أنها مرهم من الصيدلية. وتضعون هذه القطنة على البواسير المنتفخة، ويجب تنظيف المنطقة، منطقة الشرج طبعا، بالقليل من الماء الدافئ والملح، وتضعونها على البواسير البارزة. تضعون هذه القطنة مباشرة على البواسير البارزة وتتركونها عليها، ويمكنكم تطبيق الوصفة لأكثر من مرة في اليوم، ثلاث مرات إلى أربع مرات، ويجب المداومة عليها كل يوم. وحتى في الليل أنصحكم بتطبيقها، ففي خلال مدة قليلة سوف تختفي البواسير مبدئيا، ومن الاستعمال الأول سوف يزول الانتفاخ وستعود البواسير إلى حالتها الطبيعية، ولن يبقى الضغط على العروق الدموية. ومع المداومة سوف تشفون تماما فقط بهذه الوصفة، لأنها فعالة جدا وهي مجربة ومني شخصيا، وبإذن الله سوف تنفعكم، لأن اللفت وزيت الزيتون يحتويان على مواد مضادة للالتهابات والانتفاخ. إذن أصدقائي صديقاتي، كانت هذه هي الوصفة السحرية لليوم لعلاج البواسير والبواسير المنتفخة. إذا أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا لايك للتشجيع، واعملوا مشاركة لرابط الفيديو عبر وسائل التواصل. وأشكركم على دعم القناة، وإلى اللقاء في وصفة أخرى بإذن الله.